إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم نواصل ما تبقى من تفسير الآية 254 من سورة البقرة، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود مرة أخرى إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن الشطر الأول من هذه الآية الكريمة، وهو قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولم يتسع الوقت للحديث عما تبقى من الآية الكريمة، كما أننا فاتنا في ذلك الدرس ذكر المناسبة التي تبين وجه الحظ على الإنفاق، ذكر مناسبة الحظ على الإنفاق مع التذكير بالدار الآخرة. وهذه المناسبة لم أجد أحدا من المفسرين تعرض لها، فإن الله سبحانه وتعالى في معرض التذكير بذلك اليوم العظيم دعا إلى الإنفاق، ولم يدعو إلى غيره، كأن يدعو إلى إقام الصلاة فيقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ونحو ذلك من الأمر بالواجبات المفروضة والنهي عن المحرمات المحظورة. وإنما أمر سبحانه وتعالى هنا بالإنفاق مما رزقهم الله تبارك وتعالى في معرض التذكير بذلك اليوم وخطورته، وأن كل ما عهده الناس في هذه الحياة الدنيا مما يكون سببا للنجاة من الهلكة والسلامة من العطب يتلاشى في ذلك اليوم، فلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ونحو هذا ما جاء أيضا من الأمر بالإنفاق في معرض التذكير بالموت، وذلك في آخر سورة المنافقين عندما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والذي يتبادر لي أن الحكمة من أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق هنا وهناك أن الإنسان
ما دام في حياته الدنيا يكون مخردا إلى ما فيها من النعيم وأسباب الراحة، وقد يتناسى بسبب ذلك الدار الآخرة، فيتناسى الموت ويتناسى البعث ويتناسى الحساب ويتناسى الثواب ويتناسى العقاب، لأن حب الدنيا عندما يتأصل في نفس الإنسان يملك هواه ويسيطر على فكره ووجدانه ويملأ عقله وقلبه، فيطبع على قلب صاحبه. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بالدار الآخرة، وذكر في آيات المنافقين بالموت، ودعا مع ذلك إلى الإنفاق قبل أن يأتي الموت وقبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ليتدارك الإنسان ما ينفعه وليقي نفسه ما يضر. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الذي يترك الإنفاق المفروض عليه في ماله إنما هو ظالم لنفسه وظالم لأمته، فهو ظالم لنفسه من حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق سبباً للنجاة من الهلكة في الدار الآخرة، وهو ظالم لنفسه أيضاً من حيث إنه بتركه الإنفاق المعروض عليه يعرض نفسه للهلاك في هذه الدار الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى جعل المال قوام الحال، وبسبب ذلك جبلت النفوس على حب المال كما قال عز من قائل وتحبون المال حبا جما. فالإنسان بطبيعته محب للمال لأجل ما يرى من قضاء مآربه بهذا المال، ولكن كما أن المال هو قوام حال الفرد فهو قوام حال الأمة أيضا، والأمة عندما يشح أغنياؤها بما آتاهم الله تبارك وتعالى من رزق فلا ينفقون شيئا من هذا الرزق في فقرائهم ويتاماهم ومساكينهم وذوي قرابتهم، ويشحون أيضا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله فلا ينفقون شيئا منه في مصالح الأمة العامة. تكون هذه الأمة أمة ذليلة، أمة ضعيفة، لأنها قبل كل شيء تتفكك روابطها بين أفرادها، فلا يكون بين أفرادها تعاطف وتراحم، ولا يكون بينهم تواصل وتلاحم، فيكون كل واحد مشغولا بنفسه، وبسبب هذا التفكك فيما بينهم ينقلب الأمر عليهم جميعا فيصبحون أذلة. ثم من ناحية أخرى لا ريب أن الأمة بحاجة إلى أن ينفق في مصالحها المتعددة ومنافعها المتنوعة، وهذا الإنفاق إنما هو مما آتى الله تبارك وتعالى الأغنياء من ثروات وبسط لهم من رزق. ولا ريب أن الإنسان عندما يتعود عدم الإنفاق يتأصل حب المال في نفسه، وبتأصل حب المال في نفسه يطأ على جميع القيم ويستهين بجميع الفضائل في سبيل الاستكثار من المال، وهذا مما يؤدي أيضا إلى الخطورة البالغة، فيكون المال خطرا على صاحبه
ويكون أيضا خطرا على أمته. أما كونه خطرا على صاحبه فمن حيث إنه بسبب شحه بذلك المال يكثر أعداؤه وربما يتآمرون عليه، وكونه خطرا على الأمة من حيث إن الأمة تصبح أمة مهيضة الجناح ذليلة ضعيفة أمام أعدائها بسبب كثرة فقرائها واستكثار الأغنياء من الأموال، فيصبح المال دولة بين الأغنياء ويحرم خيره الفقراء وتحرم الأمة أيضا الإنفاق في مصالحها بسبب هذه الشهوة الجامحة، شهوة المال المتأصلة في نفوس الأغنياء. أما عندما يبذل هذا المال في سبيل الله ويتعاون أهل الخير على القيام بالخير فلا ريب أن ذلك مما يسبب قبل كل شيء الطهارة في نفس هذا الثري الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالمال، فوضع هذا المال في محله كما أمره سبحانه وتعالى، كما أنه اكتسبه من حله. ومن ناحية أخرى يؤدي ذلك إلى حسن الصلة وحسن العلاقة بينه وبين الآخرين، فيكون الترابط فيما بينهم ويكون التراحم ويكون التلاحم، فيتعاون الجميع على الخير. والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل عباده أي الجنس البشري متفاوتين في المواهب الفطرية والكسبية وفي النعم الظاهرة والباطنة ليتم التكامل بينهم بسبب هذا التفاوت الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيما بينهم. فالغني يدفع إلى الفقير، والفقير أيضا يقوم بجهده بحسب ما يمكن في خدمة أمته، والغني ينفق في سبيل تحقيق هذه المصالح المتنوعة. ألا أن إنفاق المال هو الذي يؤدي إلى أن تتمكن الأمة وتعلو رايتها وتنتشر سطوتها في الأرض وتظهر فيها دعوتها كما حصل ذلك للسلف الصالح؟ فهل بغير إنفاق المال مع بذل النفس في سبيل الله تمكن السلف الصالح بحيث استطاعوا أن ينشروا هذه الدعوة في أصقاع الأرض، واستطاعوا أن يكتسحوا الكفر والضلالة، وأن يهيمنوا على القوات قوات الأمم الكافرة الضالة التي كانت متسلطة في الأرض، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها وبوأهم الله سبحانه وتعالى المنزلة الرفيعة بين الأمم، وكانت لهم القيادة في البشر. إنما تم كل ذلك بسبب بذل النفس والمال معه، فقد تكاتف الجميع على القيام بهذه الدعوة ونشر هذا الخير في أرجاء الأرض، فتمكنوا من دحر الظلم والقضاء على الظالمين، وتمكنوا من إذاقة الإنسانية طعم العدل ومعرفة المساواة في ما بينهم. كل ذلك إنما كان بهذه التضحيات، التضحيات بالنفس والتضحيات بالمال. على أن المال حسب موازين الإسلام العادلة هو مال الله تبارك وتعالى، فالإنسان مؤتمن عليه ومستخلف فيه، ونصوص القرآن صريحة بذلك،
إذ الله تبارك وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلئن كان هذا المال مال الله والعبد مستخلف فيه ومؤتمن عليه، والله تبارك وتعالى يدعوه إلى الإنفاق في سبل معينة في جهات يبينها سبحانه وتعالى لعباد، وأصحاب الأموال بجانب ذلك يشحون بهذه الأموال، فلا ريب أن تلك خيانة للأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. والإنسان وهو في سكرة الهوى وفي نشوة الثروة كثيراً ما يتجاهل ذلك كله، فلا يتفطن لذلك، وإنما ينتبه ساعة ما يأتيه الموت. فلذلك يقول الأشحاء بأموالهم عندئذ: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن أن ذلك، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها، كما يتنبهون لذلك في ذلك الوقت الذي يقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألون عن الدقيق والجليل، ويحاسبون على أعمارهم وشبابهم وأموالهم، فإنهم يدركون ساعة إذ قيمة هذا المال عندما ينفقونه في سبيل الله، وكيف أهدروا قيمته، وكيف لم يستغلوا منافعه، إنما منفعتهم ليست هي في قضاء مآرب شهواتهم به في هذه الحياة الدنيا، إنما منافعهم الباقية الخالدة التي تبقى أبد الآبدين لهم عندما يقدمون هذا المال بين أيديهم. ولئن كان الشحيح الذي يشح بماله ولا ينفقه في سبيل الله تعالى كما أمره الله سبحانه وتعالى، أي لا ينفق من فضل ماله في وجوه البر خائناً لأمانة الله سبحانه وتعالى، فإن من يضع هذا المال في غير موضعه وينفقه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى هو أشد خيانة لهذه الأمانة التي قلدها في عنقه. وقد جاء في هذا الحديث الذي يتحدث فيما يسأل عنه العبد يوم القيامة بيان أنه يسأل سؤالين عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وليس ذكر المال فيما يسأل عنه العبد يوم القيامة بجانب ذكر العمر والشباب إلا لأهمية المال في حياة البشر. فالحديث يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فالعبد يسأل عن ذلك كله يوم القيامة. على أن الإنفاق وإن كان في هذه الآية الكريمة لم يحدد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وعدم تحديده ليتجه الإنفاق إلى الوجوه المتعددة التي تصب كلها في هذا الإطار العام المعبر عنه بسبيل الله، إلا أن ذلك يفهم من سائر الآيات
التي تأمر بالإنفاق في سبيل الله. فإذا على الإنسان أن يحاسب نفسه وهو ينفق ولو فلسا واحدا من ماله، هل يضع هذا الفلس في سبيل الله أو لا يضعه في سبيل الله، على أن سبيل الله كما قلنا إطار عام يشمل وجوه البر كلها، ما ينفقه على نفسه لقوته، وما ينفقه على عياله لقوتهم، وما ينفقه على نفسه لكسوته ولمسكنه ولعياله مع خلوص النية، كل ذلك مما يدخل في سبيل الله. ولكن بجانب ذلك لا بد للذين يؤتيهم الله سبحانه وتعالى الفضلات من الأموال من استغلال هذا الفضل بإنفاقه في الخير، وإلا انقلب الأمر وبالا والعياذ بالله، كما تنذر بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومما لا ريب فيه أن الناس لم يتركوا سدى في شؤون حياتهم وفي شؤون أموالهم، فيحاسب الإنسان على عمره فيما أفناه وعلى شبابه الذي هو زهرة العمر وريعانه وتاجه فيما أبلاه، وعلى ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلذلك كان حرياً بالإنسان وهو يدرك ذلك كله أن يكون يقظاً في هذه الحياة فيما يتعلق بعمره وبشبابه الذي هو زهرة عمره خاصة وبماله، فلا يستغل شيئاً من ذلك إلا في الخير فيما يعود بالمنفعة على نفسه وعلى أسرته وعلى أمته. والمنفعة لا ريب أنها لا يطلق في تقديرها العنان لأذواق البشر ومقاييسهم، إنما المنفعة تضبط بضوابط الشريعة السمحة. فإذا الشريعة هي التي تحدد المنفعة، والله تبارك وتعالى هو العليم بأحوال عباده، فهو العليم بمساربهم ومداخلهم وما تنطوي عليه فطرهم وتشتمل عليه طبائعهم. ولذلك شرع لهم من الأحكام التي لا تفريط فيها ما يضمن لهم هذه المنفعة. هذا، وقد أشرت إلى أن الأمة هي بحاجة إلى فضلات ثروات أغنيائها لتنفق في خيرها وعزها، لأجل أن يتم هذا التكامل الذي أشرت إليه. والمرافق التي تنفق فيها الأموال هي متعددة، فالأمة بحاجة إلى أن تنفق الأموال في كل مصالحها التي تعود عليها بخيرتها في دينها وفي دنياها. وفي مقدمة ذلك إقامة المؤسسات العلمية التي تبصر الناس بأمور دينهم وتصلهم بآخرتهم وتربطهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعرفهم من خلال ذلك بمصالحهم في دنياهم، وتحفظهم من التردي في المفاسد والانزلاق في مهاوي الباطل. ولئن كان ذلك أمر تقتضيه ضرورة المحافظة على مصلحة هذه الأمة في كل عصر من العصور، فإن هذا العصر
الذي تقاربت فيه الديار وتعددت فيه الوسائل، واستغل ذلك كله أعداء الإسلام في التآمر على هذه الأمة لأجل أن تداس بيضتها وتفسد عقيدتها وتميع أخلاقها ويشتت بين أبنائها. هذا الأصر لا ريب هو أحوج الأصور إلى أن تنفق فيه الأموال في سبيل الله، مع هذا الغزو الفكري والسلوكي الذي لا يبقي ولا يذر إلا عندما تتكاتف هذه الأمة وتتعاون باسم الله تعالى وعلى كلمة الله وتحت راية الله من أجل مواجهة هذه التحديات المتعددة والقضاء على هذه المفاسد المتنوعة. فالأموال من قبل أعداء الإسلام تنفق بلا حساب من أجل هتك كرامة الدين، دين الإسلام، ومن أجل تشتيت شمل المسلمين، ومن أجل إفساد عقيدة المسلم وخلقه. والعصر كما تعلمون عصر تنافس في عرض المبادئ ونشرها وبث العقائد والانتصار لها. فالمسلم الغيور على دينه يدرك في مثل هذه المواقف ضرورة محاسبة نفسه على القليل والكثير مما ينفق. هل ذلك الذي ينفقه ينفقه في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله؟ إنما الذي يكون في سبيل الله هو الذي يعود إلى طاعة الله مع خلوص النية لله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يجهلون هذه الحقيقة أو يتجاهلونها، فنجد أن أحدهم ينفق النفقات الطائلة فيما لا يعود عليه بالخير بل يعود عليه بالمضر، ومع ذلك يتجاهل الواجب، يتجاهلون الواجب عليهم في إنفاق هذه الثروات أو بعض هذه الثروات فيما يعود بالخير على أنفسهم في حياتهم الدنيا وفي معادهم في الدار الآخرة، حتى الأموال التي تنفق في الضيافة، هذه الأموال كثيراً ما تكون تبذيراً يتنافى مع اعتدال الإسلام وتوسطه بين الإفراط والتفريط. ولا أزال أذكر أنني كنت في ضيافة مع أهل قرية مع جماعة من الناس، وإذا بالمضيفين يأتون بالموائد التي أنفقوا عليها النفقات الطائلة مائدة تلو المائدة، ومع ذلك كله لا يكاد يوجد ما بين الحاضرين من يشتهي شيئا من الطعام لكثرة ما تراكم على المعدات من الأطعمة. مستمعين الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة سنواصله في حلقتنا القادمة مع الآية 254 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.